الصيام جنة، الصيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى لنا ولكم أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، ونسأله سبحانه العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذه حلقة جديدة من حلقات الصيام جنة، وعنوان هذه الحلقة هو آداب التجارة. والتجارة لها مكانة عظيمة في دين الله تعالى، وهي هامة جدا في المجتمعات، ولها دور كبير في الكسب وفي العلاقات بين الناس. لابد في التجارة أن يكون هناك بيع وشراء وبائع ومشتري. ويحضر معنا في هذه الحلقة شيخنا وأستاذنا الشيخ طيب الغزي إمام الخطيب بجامع عقبة، وأخونا الشيخ بسام كريم إمام خطيب بجامع السيدة خديجة، ومكلمكم خليفة مراوي الإمام الخطيب بجامع عبد الرحمن بن عوف. الشيخ الطيب، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مستمعي إذاعة حياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن سعداء بلقائكم في هذه الحصة الرمضانية المباركة التي نتناول فيها مسألة آداب التجارة. التجارة المولى تبارك وتعالى. قبل هذا الشيخ إذا كان تسمح، كلمة زاد كذلك للشيخ بسام، وسنعود إليك لتوضيح مفهوم هذه التجارة. الشيخ بسام، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا بحضوري في هذه القناة وبحضور الشيخ سيد طيب وسيد خليفة. مرحبا بك. بارك الله فيكم جميعا. يعتبر الإسلام التجارة وسيلة من وسائل الكسب المشروع، وقد أطلق عليها القرآن وصفا جميلا حين قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فسمى طلب الرزق عن طريق التجارة ابتغاء من فضل الله. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذه الآية نزلت في موسم الحج، أي حتى في أثناء الحج يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري. وكان المسلمون كانوا يتحرجون من ذلك قبل نزول الآية، ولكن هذه الآية رفعت عنصر الحرج وأباحت لهم التجارة في هذا الموسم العظيم وهو موسم الحج. ويقول تعالى في شأن صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله تعالى، وابتغوا من فضل الله. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليس هناك مكان أحب أن يأتيني الموت فيه بعد الجهاد في سبيل الله إلا أن أكون في سوق أبيع وأشتري من أجل عيالي، وأخذ وقد أخذ، قالوا أخذ هذا القول من قول الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ولقد امتن الله تعالى على قريش أن كانت لهم تجارة في الشتاء والصيف يرتحلون من أجلها إلى الشام واليمن. يقول تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. شيخ الطيب، التجارة إذن لها أهمية كبيرة جدا، فتفضل لبيان هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم اهتم اهتماما واضحا وعميقا بمسألة التجارة، وأحاطها بجملة من الأحكام ومن الضوابط كي يستقر أمرها، وبالتالي كي يتعامل الناس فيها بتوازن وبانضباط. فهو في الجملة عندما قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هنا حسم بين البيع الجائز المطلوب وبين الربا الحرام الذي فيه مضرة بالمجتمعات. لذلك هذه الآية نلاحظ أنها تختزل روح الكسب في الإسلام، وهو تحليل البيع لنفع الناس لضمان مصالح الناس، وحرم الربا لدرء الأضرار ومن جشع ومن طمع ومن استغلال. نلاحظ أن في هذين الأمرين سلامة، أولا سلامة العلاقات الاجتماعية، وهذا الذي نعيشه ونحياه في تونسنا توا منذ أشهر طويلة، خاصة يعني هناك صلة بين العلاقات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية، يعني فلا ينفصلان عن بعضهما. إذا كانت العلاقات الاقتصادية سليمة فالعلاقات الاجتماعية كذلك، وكذلك إذا كانت العلاقات الاجتماعية سليمة فالعلاقات الاقتصادية تكون بالمثل، وتتوفر الأرزاق وكذلك تتواجد الأقوات وينمو الاقتصاد منها على أساس العدل وعلى أساس الإصلاح. فالتجارة إذن هي مورد رزق واسع الانتشار، محقق للكسب، محقق للمصالح، جالب للمنافع، موثق للروابط. فقد جاء في الحديث، في حديث البيهقي، جاء في حديث البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال دع الناس يرزق بعضهم بعضا، دع الناس يرزق بعضهم، قال الناس ما حددش مسلمين أو غيرهم، يعني الناس جميعا على اختلاف أديانهم ومشاربهم وأفكارهم الناس ينتفع بعضهم من بعض. قال فهي علاقة ثنائية إذن بين البائع والمشتري، علاقة ثنائية أساسية تقوم في الإسلام على التراضي وعلى التفاهم والتوافق. فرب العزة يقول يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، انظروا يعني تجارة ولا تكون إلا عن تراض حتى لا يكون هناك استبداد وهناك ابتزاز وهناك يعني فرض عليهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له يا رسول الله لقد غلى السعر فسعر لنا، فامتنع وقال إن الله هو القابض هو المسعر، يعني ولا أريد أن نقابل ربي سبحانه وتعالى بحقوق الناس بهضم الناس، بحيث رأى في التسعير النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تدخل في هذه الحرية، وكأنه تدخل منها ليفسد التراضي بين الطرفين. ثم كذلك في حديث آخر رغب فيه صلى الله عليه وسلم في التجارة يرويه الإمام أحمد عندما قال عليكم بالتجارة فإن فيها 19 الرزق. رأيتم قال التجارة، ما قالش صناعة، أي ما قالش فلاحة، يعني قال التجارة، والتجارة هي بوابة منها للخيرات، بوابة لفتح العلاقات الاجتماعية. الإسلام انتشر عن طريق التجار الذين منها الذين يعني خرجوا من مكة ومن المدينة ويعني يتصلوا بالشعوب المجاورة، لكنها عن طريق التجارة هي البوابة إذن للإسلام. بحيث هذا تقريبا شئنا في الجزء بتاع العنصر الأول التجارة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، ويقول نعمة الدنيا مطية للآخر. ولذلك الذين يهتمون بالتجارة ليس في هذا ذم ولا ليس في هذا قدح وليس في هذا تفضيل للدنيا على الآخرة، لا 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 لا،
لا لا يعني الآخر الآخر لا تصلح لهذه إلا بالدنيا، والدنيا لا تصلح إلا بالتوافق بين الناس وبالتصالح وبالتراضي وبحفظ الحقوق، ما فيه شك. نعمل المال الصالح، المال الصالح من يجي نعمل المال الصالح للرجل الصالح. بارك الله فيك شيخ. الشيخ بسام تفضل عندك معك. إذن الموضوع هو في غاية الأهمية باعتبار أن التجارة هي من أفضل الأعمال الدنيوية اللي الإنسان من خلالها يحصل الرزق متاعه ورزق العائلة متاعه ورزق الناس اللي باش تشتغل معاه. المسلم يحاول قدر الإمكان أنه وهو واجب أنه يتمسك بالقيم الإسلامية ويتوكل دائما على الله سبحانه وتعالى. أنتم تعرفوا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة المنورة ماذا فعل؟ بنى مسجدا ثم أسس سوقا تقوم على المبادئ الإسلامية، فيها تقوم على الحلال وعلى الحرام. سيدنا عمر رضي الله عنه إيش كان يقول؟ يقول من لا يعرف أحكام ديننا، يعني اللي ما يعرفش الحلال والحرام، من لا يعرف أحكام ديننا فلا يقربن سوقنا. التاجر إذا يحب يدخل السوق يزمه يعرف الفقه متاع المعاملات، الفقه متاع التجارة. علاش قال الكلام هذا يا سيدنا عمر؟ لأنه هناك مبادئ وهناك قيم إسلامية تنظم عملية البيع والشراء بين الناس. بهذه القيم وبهذه المبادئ التجارة تصبح خيرا، التجارة تكسر سلاسل الفقر. يعني الإنسان اللي يدخل في الميدان هذا ميدان التجارة بحول الله ربي يبارك له، لأنه هذا العمل قاموا به الأنبياء أقبل. وذلك علاش نحن نعرف ضد النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا، سيدنا أبو بكر أيضا عمل بالتجارة. ولكن إذا التجارة تبعد على المسار متاعها وتولي معناها فيها احتكار للسلع وتولي وسيلة للضرر والتحايل والغش، هنا تولي حراما. ذلك علاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. شوف الحديث هذا، فمن هار النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار، يا معشر التجار. فاستجاب الناس لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا إليه رؤوسهم وأبصارهم، فقال لهم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. معناها التجارة إذا كانت وفق التعاليم الإسلامية تكون خيرا ورحمة بين الناس، وإذا كانت بالعكس فإنها تصبح وبالا على المجتمع وحتى على التاجر هو بيده، ربي ما يباركلوش في الرزق متاعه. إذا كان تسمح شيخ بس أنت دخلت لنا العنصر هام جدا في التجارة ونحن سمعت عليه، هو بطبيعة الحال نحن سنتعرف أو سنبين متى تكون التجارة خيرا مطابقة لشرائع الإسلام، لشريعة الإسلام، وتكون خيرا ويكون التاجر فيها تاجرا محبوبا عند الله تعالى، ومتى تكون عكس ذلك. وخاصة احنا نستغل الفرصة لوجود شيخنا الشيخ الوزي، فما قولة شيخ تتقال ربما اخذوا منها برشا ناس مفهوم خاطئ ما فهموش، اللي هو الحديث ذاك الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اللي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغضها إلى الله تعالى أسواقها. فكلمة أبغضها إلى الله تعالى، وإن كان هناك من فسر لأن يقع فيها اليمين وتقع فيها عدة ربما تجاوزات والكذب والغش وغير ذلك والاحتكار، فخذوا بصفة عامة التجارة وإلا المال كما الناس يقول لك المال لا، المال الكل شر وغيرها. وإحنا نعرف اللي كونه المال يكون خيرا، كيف ما كنت ذكرت بكري نعمل المال الصالح للعبد الصالح. فهذا المفهوم إذا كان تسمح نزيد توضحه حتى شوية للمستمعين. الأسواق هذه كيف تكون؟ هي هذه فيها خير، وصحابة هم تاجروا فيها كما عبد الرحمن بن عوف وعملوا فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام أسس هذه السوق. هو أقراه من 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 باب التنفير من منكرات الأسواق.
لأن الأسواق منها تكثر فيها المنكرات من غش ومن سباب ومن خصام ومن تحيل، هذاك علاش راه. أما مش معنى هذا وأن الأسواق كلها بمعنى قذرات ونجاسات، وليس جميع التجار فجارا كما معنى أشار يعني أخي بسام، لا ليس هذا، وإنما عرضة الأسواق معناها عرضة لهذه التجاوز لا أكثر ولا أقل، وهو صلى الله عليه وسلم ينبه إلى خطورتها. تبقى المساجد، لأن المساجد ما فيهاش، المساجد يمنع البيع والشراء فيها، ويمنع إنشاد الضالة فيها، ويمنع رفع الأصوات فيها إلا بالدروس فقط يعني وبالمواعظ. لنا ذاك شأن المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ذلك هو ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بينما الأسواق ما هيش مساجد، ما هيش معناها شعائر، ولهذا هي عرضة للأخطاء وللتجاوزات. هذا بالنسبة للأسواق، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بهالكلام هذا يحذر من أن ينزلق المسلمون إلى هذه التجاوزات. هو غضب صلى الله عليه وسلم، والغضب هذا المولى تبارك وتعالى يعني أنزل فيه قرآن وقت اللي معناها جات العير معناها من بلاد الشام وجابت البيضة ضعت في يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني على المنبر يعني، والناس انفضوا من حوله وخرجوا يتلقون يعني هذه البضائع. يعني القرآن حسم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، والله خير الرازقين، يبقى ديما رازق ربي سبحانه، لكنه خير الرازقين. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيده معنا أشار أخي بسام إلى أنه اشتغل بالتجارة، والتجارة هي اللي عرفته على السيدة خديجة، والسيدة خديجة كانت مباركة عليه يعني فتزوجته، وهي اللي عرضت نفسها عليه، وهي اللي أعطته المال وشجعته، وهي اللي وقفت له معناها عندما وقع الحصار معناها على زمرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الإسراء والمعراج. يعني كان حصار في شعب أبي طالب 3 سنين معناها لا يبيعوا لا يشريوا لا يعطيوهم لا يتعاونوا معهم. يعني فك الوقت ذاك هو من استنجد أشكون اللي يصرف عليهم واللي يوكل فيهم. أنا السيدة خديجة عندها بقية المال، شفتوا كيفاش، بحيث المال معناها هو فيه مصالح معناها عاجلة في الدنيا ومصالح بمعنى أجلة في الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول بورك لأمتي في بكورها. البكور ما هو البكور؟ هو الشغل، هو بعد الصلاة الخروج للشغل يعني ولطلب الرزق في الحياة. معنى باش نشوفوا إذن معنى مسألة التجارة ومسألة تنمية الأموال يعني معنى هي في عمق معنى الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية والفقه الإسلامي، معنى وأبواب الفقه الإسلامي شيء كبير 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 جدا. يعني المعاملات المالية معناها يعني الكتب التي ألفت في هذا معناها عبر العصور في مختلف المذاهب شيء عظيم، شيء عظيم جدا جدا. هذا بارك الله فيك الشيخ. تفضل الشيخ بسام. شكرا الشيخ طيب. حبيت نعقب على سيدنا عبد الرحمن بن عوف. أيوة. اللي يلقب بصقر قريش. هذا وقت اللي هاجر إلى المدينة المنورة لم يكن يملك لا درهما ولا دينارا، وكان أفقر ما يكون، ونزل ضيفا على أخيه الأنصاري سعد بن ربيع رضي الله عنه. إش قال له سيدنا سعد؟ قال له يا عبد الرحمن أعطيك مالا وأعطيك كذا وأعطيك كذا من الأنعام، كنت حب نقسم معك. قال لا بارك الله لك في مالك، دلني على السوق وريني السوق، هذيك نعرف كيفاش نتصرف. وبالفعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف دخل السوق ودخل التجارة، وربي سبحانه وتعالى بارك له. وحبيت نحكي على البركة متاع التجارة، لأنه التجارة كلها بركة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف هذا ربي بارك له في الدنيا وفي الآخرة. تو كنجي ونشوفه في الدنيا ربي أنعم عليه بالمال الوفير، حتى أنه كي يتوفى سيدنا عبد الرحمن بن عوف كي جاو يقسمه في التركة متاعه ما عجزوا أنهم يعدوا الدنانير والدراهم الثروة الكبيرة، يقسمونها بالرفش بالبالة، يقسموا فيها أنت عندك بالة وأنت عندك بالة، معناها ربي سبحانه وتعالى أنعم عليه في الدنيا بالرزق الوفير. وتخيلوا أنتم في الآخرة
بركتك تجارة هذيك شنو باش تكون البركة متاحة. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تسأل فيه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له من سينفق علينا بعد وفاتك يا رسول الله، أنت توا حي تنفق علينا، بعد وفاتك من سينفق علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم يحفظكن من بعدي الصادقون. وكان عبد الرحمن بن عوف من هؤلاء الصادقين، كان يحسن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاش عنده الفلوس ينجم هو يعاون من نجمش، أما ربي أنعم عليه. وذي من بركات التجارة الحلال. وذي أتى إلى المدينة ليس معه شيء، أي هو لو في مكة كان لبس عليها ما كيهاجر، خلى فلوس الكل ورجع من السفر، رجع من السفر وعاود نمى الثروة متاعه. سيدنا عبد الرحمن كان كيمس حاجة ربي يبارك له فيها، ما يشريش حتى تراب ويبيعه يربح. وهك التعفف متاعه، تعفف يعني الإيثار متاع سعد وتعفف عبد الرحمن. هذا سيدنا عبد الرحمن معناه سألوه قالوا له يا عبد الرحمن كيف أصبحت ثريا ولا كيف قال كنت إذا أعطيت أقل الربح رضيته. معناها نلقاش حاجة بسيطة ربح، نرضى عكس الناس توا اللي يحتاجوا توا ماذا به الحاجة يشريها بدينار يبيعها ب3000، هو اللي كي يربح حتى 100 فرنك في الدينار يرضى. من الأمثلة الأخرى وأختم بهذا، سيدنا الصحابي عثمان بن عفان كان ثريا، يعني لو الثروة متاعه معناه ساهم بها في تجهيز جيش العسرة، ساهم بها في وقتها في عام الرمادة وقت اللي أصابت المسلمين فاقة ومجاعة وناس مشيوا لسيدنا أبو بكر قالوا له معناها ذاق الحال وجاع الصغار، قال لهم ارجعوا إلى دياركم لعل الله يرحم أبناء الصحابة وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد جت قافلة محملة فيها 1000 بعير محملة بالطعام وبالخيرات الكل، وين وقفت القافلة؟ وقفت قدام دار سيدنا عثمان، معنى جايبها سيدنا عثمان بن عفان. جاءوا التجار قالوا له يا عثمان نريد أن نشتري منك هذه القافلة. قال قولوا قولكم قداش تعطيه؟ قالوا نعطيك على الدينار دينارين، اللي شريتها أنت بدينار نربحوك ونعطيك 2000. قال زيدوا، هناك من أعطاني أكثر. قالوا نعطيك على الدينار 4. قال زيدوا. قالوا احنا تجار المدينه ما فهمش كون اعطى اكثر منا. قال لهم ان الله اعطاني الحسنه بعشر امثالها، هذه القافله بما فيها هي لفقراء المسلمين وصبيانهم. ما خباهاش وحكاها يزيد، معناها في عام المجاعه مش كما توا التجار يستغلوا الفرصه. هو لا، هو تصدق بها للمسلمين. نتخيلوا احنا سيدنا عثمان توا راهو في نعيم مقيم، والمال متاعه كان له بركة في الدنيا وفي الآخرة. يذكر أن تذكرت عبد الرحمن بن عوف، بن عوف رضي الله تعالى عنه، كان له 4 زوجات. لما توفي وقسمت التركة وترك، كان نصيب الزوجة الواحدة 80,000 دينار الواحدة. الدينار قداش قيمته؟ دينار وقتها القيمة القوية، المقدرة الشرائية متاعه قوية جدا، مش هو دينار ذهبي. فأتصور أنت معناها ربع الثمن، يعني 4 زوجات يقسموا الثمن، ربع الثمن 1/32، هو 80,000 دينار هذه 1/32. هذا كما ذكرت في الصدق والعفاف والقناعة وأرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ففي الحديث كما جاء. نحن الآن أتينا إلى نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة، ولنا فاصل إن شاء الله وسنعود بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد، للتجارة أداب، التجارة فيها أشياء إيجابية وهامة وفيها أشياء مخاطر، ولهذا سنتعرض إن شاء الله إلى هذه الأداب. فالشيخ طيب تفضل لو ذكر المستمعين بهذه الأداب حتى يتبين الأمر إن شاء الله. إن اهتمام الإسلام، إن اهتمام الشريعة الإسلامية، إن اهتمام الفقهاء بهذه بهذا المرفق وهو التجارة، يعني جعل منها
يعني وسيلة معناها رزق، رزق حلال، رزق طيب، كسب طيب، كسب حلال، كما ما جاء في كثير من الأحاديث النبوية. لكنها يلزمها شوية ضوابط باش معناها نوصلوا نحقوا معناها إيجابيات بمعنى هذا المشغل. من في مقدمتها أرى السماحة، فالسماحة والرفق واللطف وخفض الأرباح والخيار في البيع والملاطفة، يشبه البائع والمشتري معناها يلاطفوا بعضهم، يعني هي شيء أساسي. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا معناها للمتسامح في هذا، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، يعني الاثنين. فالبائع سمح لأنه يتنازل عن جزء من الربح، فهو سمح لا يعمد إلى الغش وتدليس العيوب. كذلك المشتري زاد لا يبخس البائع في مبيعه وفي سلعته، بل يكون صادقا معه ويعطي بمعنى الثمن الذي تستحقه تلك البضاعة. وفي حديث آخر يروي الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم ويدعو: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، السماحة والسهولة. ثم في حديث آخر زاد يرويه أبو هريرة إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء، وغير ذلك مما يرد في هذا الباب. والسماحة تفضي هي إلى إنذار المعسر في الخلاص، يعني في خلاص من في إعطاء ثمن ذلك المبيع. ونحن إلى الآن إلى اليوم نتعامل بالبيع إلى أجل، يعني ممكن تتأجل السلعة ويولي تسمى سلم، وممكن يتأجل الثمن ويولي بيع إلى أجل. وهذه من المرفق، هذا المرفق البيع إلى أجل، حل البيبان من بس التجارة ازدهرت والتجارة توسعت وتحققت مصالح الناس. يعني في الانظار المعسر، شنو انظار؟ يعني نأجل ونصبر عليه في الخلاص. هذا ايش معناه؟ يدخل فيها البيع بالتقسيط، يدخل فيها البيع بالتقسيط، ولا الأجل حصة من الثمن إذا كان بس نقوله هذا توفرض مرة. أنا شنو للأجل حصة من الثمن؟ أنا أنبيع لك هذا بعشرة دينارات حاضر، وإذا كان إلى أجل راهي 11 دينار. به هاك الدينار ذاك ما هوش ربا، وإنما يتسمى للأجل حصة، أي جزء من الثمن. علاش؟ لأن الناس يحتاجون، لأن الناس مش مقادرين في كل وقت باش تكون المال حاضر والمال جاهز. يعني المهم هو يعني يكون طريقة مرابحة، وهو تقريب ما يتعامل به البنوك الإسلامية اليوم. هي تقول مرابحة وما تقولش قرض، وتشري الدار والسيارة وكذا، والتجهيزات متاع طبيب، وتجهيزات معناها متاع فلاح، ماكينة متاع زيتون إلى آخره، يعني وتصبر عليهم في الخلاص وتقول بمعنى بيع مرابحة. وتقريبا البنك الإسلامي هو نظام توا عالمي، نظام عالمي، البنوك الإسلامية في أوروبا في الغرب في كذا وفي الشرق في الدول الإسلامية وفي غيره. يعني نقول أنا في مسألة الإنذار المعسر، أتي عن حذيفة قال: أوتي الله بعبد من عباده، آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ هذا إخبار عن شيء يقع يوم الحساب. قال: ولا يكتمون الله حديثا. أش قال؟ قال: يا ربي آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، وكان من خلقي الجواز، يعني العفو، يعني التسامح، يعني انظار المعسر. فمن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. فكنت قالوا أيسر على الموسر، قال الموسر زاد وأنظر المعسر، ويسر على الموسر، الموسر هو اللي مشي يخلص بالحال، يسر عليه ما ننزلش عليه في الثمن، هذا شنو؟ وأنظر المعسر معناه أؤجله. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي
تجاوزوا يعني سمعوه في يوم القيامة الحساب. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بمعنى مسألة إنذار المعسر. كان نكملك واحدة أخرى هي مسألة الإقالة. الإقالة في البيع وهي نقض البيع لحاجة أحد الطرفين. معناها إنسان تسرع في شراء شيء وبعد تالي تراجع ورجع للدار وقعت له مشكلة مع زوجته وكيفاش تبيع السيارة وإلا كيفاش تبيع البقرة ولا كيفاش تبيع كذا لا مردنا متاعنا إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني حث على إقالة النادم. من أقال مسلما بيعته أقالها الله أو أقال الله عثرته يوم القيامة. أقال الله عثرته يعني فهي إحسان. هذا إيش بيه؟ هي ما صار حتى شيء. هاي بضاعتك موجودة، هاي كهربتك موجودة، هاي معناها كذا ولا الآخر معناها أو فلوسك موجودة. كذلك منها من أداب التجارة ومن ضوابطها الصدق والأمانة والنصح وعدم الغش إلى آخره. ورب العزة يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أداء الأمانة إلى أهلها ما نكذبش عليه، ما نزورش، ما يعني هذاك هو الثمن. ما نبداش نقول له أعطوني كذا، هذه موجودة نحن أعطوني كذا هو ما طهوش فيها لا في السيارة ولا في البكرة ولا في أي شيء ولا في الدار، وإنما هو وحده يعرض هذا لأنه يريد أن يسابق معنى وينافس معنى غيره فاش في الربح. كذلك مسألة معنى خلط البضاعة معنى الجيد بالفاسد وغير ذلك. إذا كان تسمع شيخ سنرجع لهذا نواصل هال الأخطار اللي تحف بالتجارة. أنت ستذكر الغش أعتقد الأمر هذا. إحنا ذكرت لهنا في العنصر الأول أن التجارة تكون بابا لمغفرة الله تعالى وتكون خيرا على المسلم في الآخرة بالإضافة إلى ما يجنيه من أرباح ومن أموال في دنيا. هك علاش قلنا إحنا الغناء ما هوش عيب في الإسلام أن الإنسان يصبح غنيا. وكيف ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني امتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا فأغنى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الدعاء متاعه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكما قلنا المال ما هوش شر، المال فتنة صحيح، هو فتنة واختبار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة كما يقول الله سبحانه وتعالى في هذا. لهذا فإذا التجارة تكون بابا لنيل الجزاء العظيم في الآخرة. وتجارة الآخرة هي أهم التجارة بطبيعة الحال. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الحديث الذي رواه أحمد ونعرفوها القصة هذه أبو الدحداح صاحب الحديقة والبستان الذي باعه بنخلة في الجنة اليتيم حين جاء ذلك لك. هذا الشيخ بسام ذكرنا بهذه القصة أنه لليتيم ذي عنده بستان وفما جاء نخلة في الثنية بش يعمل الحد متاعه وفما نخلة تابعة البستان آخر فهم شيء له. قالوا بحالي نخلة هذيك لصاحب البستان ما حابش بحاله. قالوا به أعطيه لي هي بهالي. قالوا لي معناه بشي عطلوا على بنين السور متاعه. ثاني بي صلى الله عليه وسلم قال معناها شكون يحل المشكلة هذه وله الجنة. مشي له سيدنا أبو الدحداح قال له ماك تعرف البستان متاعي في المدينة؟ قال له نعرف. شكون ما يعرفش البستان متاع أبو الدحداح؟ قال له نعطيك البستان متاعي كل مقابل النخلة هذه تعطيها يضمها اليتيم للبستان متاعه. فبيعها فأعطاه له معنى أعطاه البستين وأعطاه مقابل لك النخلة هذيك النخلة هاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش قال ربي إن ربح البيع أبا الدحداح. ربح البيع أبا الدحداح معناها أبو الدحداح ربح في الدنيا وربح في الآخرة. قال بخن 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 نعمل بيع نعمل بيع نعمل بيع تجار الآخر.
تفضل سي بسام، عندك انت، انا قصيت عليك مش على سي طيب كمل في ما كملش انا اخذت جزء توا من هنا مسألة باش ندخل في الغش. اما خلي لي العنصر الاخير كما انت ذكرت الحوافز نتاع الناس الصادقين في البيع وفي الشراء والمنضبطين وش ربي ماذا أعد لهم الأخرين العابثين ماذا أعد لهم في الدنيا توا معناها كالضربات اللي يأكلوا فيها المرابين والمتلاعبين بأقوات الناس وبأرزاق الناس. خليها لذيك في الأخ. نعم، هي التجارة بحر وأمر خطير جدا، والإنسان إذا تلبس بهذا العمل إذا لم يكن حذرا ومتفطنا وعارفا لما يتعلق بأداب التجارة قد ينزلق في بعض الأشياء. وإحنا نعرف حتى أنه الشيخ جاء واحد قبل سألني سؤال، قال لي نحب نعمل حوينتا مش نبيع فيها شوية كذا وكذا، فقلت له سألت وأنا من باب قلت له قريتش سورة المطففين؟ قريتها قال لي شنية، ومن سان عادي معناه. قلت له رد بالك زاد، فيها كيل وفيها وزن وفيها غيره، والوازن اللي يبخس الوازن شنو ما قاله اللي طفف الكيل، وإلى للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. مش ندخل إن شاء الله في محاذير التجارة، الأشياء الخطيرة التي قد ينزلق فيها التاجر ويقع فيها التاجر. وإن شاء الله الشيخ الطيب يبدأ لنا إن شاء الله بالعنصر من العناصر والأشياء التي يجب أن يحذر منها التاجر الغش. تفضل شيخ. عندما نستحضر الحديث النبوي من غش نافع ليس منا، يعني خرج من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من زمرته وخرج من أهل محبته وخسر الدنيا والآخرة. نسأل من الله غش السلامة فليس منا. يعني الغش أنت أشرت ومنذ حين إلى ويل المطففين، التطفيف في الكيل والميزان وهو آفة اجتماعية قديمة ومتجددة، قديمة جديدة ومتجددة. التطفيف جاي من الجشع والطمع، ويحب الإنسان الربح ليله ويحب الحاجة الجيدة ليله ويحب الغنم، ويولي هو من البيع والمشتري يتنافسوا في هذا، أشكون اللي حصل صاحبه، من هذا مشكل كبير، أشكون اللي حصل صاحبه. ولذلك يعني وقت اللي ينتشر التطفيف والكيل والميزان تجي الكوارث ويجي الغضب من المولى سبحانه وتعالى، وكذلك تتفقد الثقة بين الناس، وهو هذا اللي موجود. معناه يقولوا يعني التطفيف هذا معناه عنا نحن تو في مجتمعنا التونسي ومن قديم الزمان التقاليد، القلبة اللي كيلوا بها القمح، معناها ثم جماعة القلبة معناها مقعورة ملوطة مقعورة للفوق، القاع متاعها يرفع الفوق. أيوة يرفع الفوق نقص، يعني عوضي خلها قد ولا هبطها يعني. ولذلك معناها تلقاهم حتى في المكاييل متاع الزيت والمكاييل متاع الحليب، معناها في الموازين الميزان، معناها الميزان مو عنده بطرف رصاص ملوطة، معناها هذيك معناها أما يثقلوها هذيك معناها في جهة الكفة، في جهة الكفة متاعه اللي يحط فيها ميزان، وانت عارف عليها يعني ياما من زلزارة معناها فهمتي يعملوا هكا. كانوا قبل فما طريقة معناها متاع سرقة، سمحوني يعني طريقة متاع سرقة هي ما عادتش توا، الكيغط اللي متاع الزلزار يشريك الكيغط الغليظ ويبيته يحطه في نداء يشرب نداء يولي يوزن، انت كتحطه معناها في الكفة وتحط اللحم معناها وتقول رطل، تقول انت رطل الحم رطل ولا نصف رطل، يعطيك ملحفه كما يقولوا ملحفه هكا كبير يعني. ولذلك تلقى معناها احيانا 100 جرام
يعني شوفوا العملية هذه يعني يعني الكيغط بسوم الحم يبيعوا ايوا 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 بسوم الحم توا ولا معناها يحطوا في ساشي معناها ما عندوش كذا به ملا. اذا هالتطفيف هذا يعني ربي سبحانه وتعالى معناها عاقب عليه و يعني الأنبياء بنا تحدثوا عن هذا. ناخذ معناها النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر في حديث يرويه البيهقي أن أبا هريرة مرة بناحية من الحرة بمعنى جهة المدينة برا شوي، فإذا إنسان يحمل لبنا يبيعه انظر أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء، فقال له أبو هريرة كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة خلص الماء من اللبن. خلص الماء من مازال شوف بمعنى يعني وكهو ما زادوش كلمة أخرى. ولذلك معنى السؤال هذا فيه نوع من الإقناع. الصواب هو الصواب عنا أن يبين البائع العيب اللي في سلعته وينصح وما يخونش. هذا حديث نبوي يقول فيه صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهذا ودخل الأسواق وكان يقوم بالحسبة. هذا كان نظام الحسبة اللي تألق فيه عمر بن الخطاب، هذاك عش قال الأسواق هي أحب معناها أماكن ليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم معناها مر برجل عنده صبرة متاع طعام، صبرة أي كوم أي كدس متاع قبح ولا شعير ولا حاجة كما هكا. النبي صلى الله عليه وسلم شك فيه دخل يده فمنها تبللت يده بحيث القمح هذاك مش يولي بما لا يوزن وإلا مش يولي حتى في المكيال كيف يتنفخ، معناها كي تحطه في قلبه ولا تحطه في كذا، يعني بحيث منها صلى الله عليه وسلم منها قال أفلا عزلت هذا عن هذا، عزلت منها الشيء عن المبلول حتى تتبايعوا على ما ترون، من غشنا فليس منا. وذكر الحديث في هذا الغشاش في البيوع هو اللي من أرد الحديث فيه التجار هم الفجار، يعني فهو فاجر أي فاسق إذا فعل أي ذلك أيوة. ها؟ إذا فعل ذلك إذا غش وإذا هذا هو بطبيعة نعم. التاجر علاش على خاطر يعني يقوم بهذا العمل. قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وبعضهم لبعض ودون وإن بعدت منازلهم وأبدانهم، وبعد قال والفجرة يعني بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم. يعني جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم، وكان إذا باع الشيء أو اشترى قال أما إن الذي أخذنا منك قال أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. يعني رأيت بحيث جرير هو بيدو منها اشترى من شخص فرسا يعني قالوا 500 دينار، به قالوا تعطيني نجربه الساعة، مشى جرب ومشى به ورجع يعني لقاه فرس يسوى أكثر من 500. قالوا هذا ما موش متاع 500. قالوا أخي أنا بعت لك وفيت أنا يعني المهم قالوا لا أنا بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. ولذلك هو قال لنا بمعنى من غشوش والنصح لكل مسلم والنصح بارك الله فيك أكثر من طيب. أيوة يعني يلحق بهذا من الغشش هذايا هو التحري عند الشراء وعدم شراء المسروق. قال صلى الله عليه وسلم من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها، عارها يعني في الدنيا في حتى وإثم عند ربي سبحانه وتعالى. من الصواب فهذا كل نكمل هذه الجزئية هو التحري الصدق وتحري الأمانة. فقد جاء في الحديث التاجر الصدوق ذاك الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. أيوة الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، يعني إذا نكمل الآية وحسن أولئك رفيقا. في حديث آخر
التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة، هذا ينزدوه مع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولما لا من الصدق ما يكذبش في أصل الأثمان وقت العرض ووقت الطلب، ما يقولش هذا كذا، ما يقولش هذا سمو كذا، وهو يعرف سمو كذا، يضرب له على الشطر ولا يضرب له على الربع ولا حاجة من هذا القبيل، ونخليه الاحتكار وما أدرك من الاحتكار نزيدوا تحدثوا فيه. بارك الله فيك شيخ. فيما يتعلق بالغش، نعود إلى الغش في حديث رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وأبو عبد الله الحاكم، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه. باع بمعنى إذا باع من أخيه بيعا لابد أن يبين ذلك، كما ذكرت توا الشيخ في كثير من الأحاديث. كيف عندنا، أنت ذكرت الصبرة هذيك، أن الإنسان إذا كان حاجة مبلولة من داخل ومن فوق تشيح يلزم يبينها. كذلك فما ناس يا شيخ اللي كونوا، وهذا موجود برشا وتتعدى في الأسواق، اللي يبيعوا في الغلال واللي يبيعوا في برشا حاجات، أمام المارة يحط لك الجيد، واللي قدامه هو وانت ما تنجمش تراه لأنه مغطي بباك الكومة ذيك متاع الواحد، تلقاه رديء، إما جويد ولا مش كما اللي تراه، مش كما اللي تراه. فوقت تشري يبيع لك الرديء على أساس انت شفت البضاعة اللي وراها لك وتراها جيدة. وهذا جاء في حديث اللي رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني وأبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام حاجة تتباع من الأكل، وقد حسنه صاحبه المظهر نتاعو، فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء، تحت الطعام الجيد فما طعام رديء، فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. وكرر الحديث، جاءت برشا في هذا التنبيه والتحذير لنبينا عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. ويكفي هالأمر هالحديث هذا، كيفاش الإنسان ما يردش باله وما يخشيش وما يخافش فهالأمر هذا؟ تفضل شيخ. اللي تعليقا على هذا، اليوم الأسواق متاعنا، وأنا كنت من أتردد كثيرا على الأسواق، وأنا أقوم بالمصروف من الأسواق، هذا إلا من رحم ربك لا يكاد يوجد بائع في السوق ولا نصاب البرة كاللي ينصب خارج الأسواق، يعني لا وإلا في دكانه أيه، لا يكاد يوجد شخص يبيع السلعة على حقيقتها كما هي، يعني مخلطة كما هي مخلطة يعني جويد وغليظ، يعني وربما حاجة طيبة وحاجة صحيحة، لا يكاد يوجد. وإذا ما من لاحظت لأحد يقول لك ذاك وجهي هك، ذاك وجهي، يعني شنو وجهي؟ يعني هذيك سلعتي معناها يجب أن نظهر بها أمام الناس بس نجذبهم إلي. يا ولدي راهو ما يجيش، يا ولدي خليها البطاطا الجويدة بكذا والغليظة بكذا وممكن المتوسطة بكذا، البرتقال هالموس هكذا إلى آخره، يعني تفع إلى آخره إلى آخره. يا ولدي كيفاش؟ هاو سمك، يعني السمك مخلط يمكن الكل ما بعضه، أما يجي يحط لك معناها السمكات الجيدة أمامه، يعني الجيدة واللي هي جديدة واللي هي جديدة معناها، والأخرى البيتة والأخرى القديمة معناها تكون هكا، يعني بطبيعة الحال هنا ولينا نعيشوا في أزمة، هي أزمة ثقة بين البائع والمشتري، معناها لا يثق فيه، يبدا يقول له معناها يقول له وين البطاطا هذه الغليظة؟ أنت هذا تبيع في الغليظة ب 1600 دينار و 600، هي كذا هذه هي ب 800 مليم، هو عند جارك اللي بحذاك البطاطا هذيك ب 800 مليم، وهو ينجم الناس
توا الناس اللي جاي مستخدم أشوارها واللي يحشم واللي هكا يخاف ربي واللي كذا مازال مش يتحاور مع كذا الرجل ما عادش يمشي له انت أمر يعني هذاك ما عادش يقف عليه ما عادش يشري من عنده معناه وفي التالي هما اللي يخسروا ولذلك ثم باع سواء في دكاكينهم وإلا في الأسواق ولا في كذا يعني تلقاهم منها لا يقبلوا الناس عليهم وتلقى بضاعتهم تبيت عندهم وتخبر عندهم علاش على خاطر يحب يبيع كان معناها الحاجة اللي فيها ربعه وما يهموش من الباقي. بارك الله فيك الشيخ طيب الشيخ بسام. أتينا إلى نهاية هذه الحلقة الأولى أو الجزء الأول مما يتعلق بالتجارة. لنا حلقة أخرى أيضا سنتحدث فيها في نفس الموضوع عن التجارة. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام أمين. وطهرنا من جميع الذنوب والآثام وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.